اهلا يا اخانا. السلام عليكم يا ابو محمد. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ حياكم الله. وعليكم الله يخليك. بس مداخلة مع الشيخ ياسر عن أحمد الحسن، أنا سمعته أولا أنت معتقد به المنقذ العالمي، عنده قناة المنقذ العالمي. أخي عفوا أبو محمد، أنت معتقد به أم لا؟ ها؟ أنت معتقد بأحمد الحسن أم لا؟ أنا بقول لك، بس عطني يا أبو محمد فرصة أقل من نص دقيقة. تفضل. يقول لا الأئمة حتى الأنبياء لا يعلمون الغيب. نعم. هو بنفسه، يعني كيف يعني كيف تبيه يجاوبك وهو نفسه قال والله لا يعلمون الغيب الأنبياء. أنا سمعته بالمنقذ العالمي القناة تبعه. نعم. قال الأنبياء والأوصياء لا يعلمون الغيب أساسا، يعني كيف تنتظر من جواب يا شيخ ياسر؟ نعم. طيب اتضح اتصالك، شكرا جزيلا لك. طيب جوابه على السريع، نعم هذا صحيح، حتى إمامنا المهدي عليه السلام له توقيع شريف يقول فيه إنا براء، مضمون التوقيع الشريف، إنا براء ممن يقول إنا نعلم الغيب. جيد؟ زين، ما تفسير هذه الروايات التي كشفوا فيها عن الغيب؟ المنفي هو علم الأئمة بالغيب استقلالا، استقلالا لا إطلاعهم على الغيب، الله يطلعهم على الغيب. رسولنا صلى الله عليه وآله ما كان يتنبأ بأمور غيبية قد وقعت، إحداها مثلا شهادة أبي عبد الله الحسين عليه السلام بإجماع الأمة أنه قال إن ولدي الحسين هذا سيقتل، هذا أمر غيبي لو لا؟ هذا أمر غيبي. كيف علمه؟ تعلم من ذي علم، الله عز وجل يطلعه. فكذلك إمامنا المهدي لما كانت تقدم له الأموال أو ترسل إليه الأموال كان الله عز وجل يطلعه على ما فيها وعلى مقدارها وعلى تفاصيلها. فنريد إذا كان ما من يسمى أحمد الحسن صادقا في دعواه أن يطلعه الله على ذلك، ويطلعه أبوه الإمام المهدي عليه السلام على ذلك كما هي عادة أبيه الإمام المهدي ولا إما كلهم بحسب دعواه، فإذن فليقل لنا ما في هذه العلبة. قضية بسيطة.